احط اللون البينك عشانهم. ايش هي مظاهر البداوة؟ ايوه احسنتم، انه يمتطي هؤلاء الزائرون بماذا؟ على الخيول والجمال. اذا يمتطي يعني يركب زائرو المدينة الجياد، هي الأخيلة زي ما حكينا، والجمال. شوف ما أحلى الخط والله، إنه البنات جدا ذوق عن جد. طيب الآن السؤال الخامس، كمان بده تغيير خط. يلا نختار الأخضر. صف السيق كما ظهر في النص. السيق حكينا هيك، إيش يعني هيك؟ يعني هو شق صخري. إيش في على جوانبه؟ يلا مين بده يجاوب؟ أحسنتم، هو شق صخري طويل يتلوى كالأفعوان، وعلى جانبيه إيش في هون؟ إيش في هون؟ الماء صح؟ من وين تيجي هاي الماء أو القنوات المائية؟ من ماذا؟ أحسنتم، وادي موسى ونهر الأردن. إذن الشق هو شق صخري يتلوى كالأفعوان، يعني بيشبه ذكر الأفعى، وعلى جانبيه هون على الجوانب قنوات مائية حفرت في الصخر. السؤال السادس، اذكر اهم معالم البتراء الأثرية. السؤال السادس فيه يعني جوابه العديد من الأشياء والعديد من المعالم الأثرية، بكفي احنا نذكر ثلاثة. يلا مين يحكي لأول وحدة؟ أحسنتم، قصر البنت أهمها، والخزنة، وماذا؟ المدرجات التي تضم آلاف المتفرجين، وإيش كمان فيها؟ والهياكل اللي حكينا عنها الشامخة، اللي هي الأبنية المرتفعة والأضرحة الملكية الباذخة. يعني نكتب الهياكل صح؟ الهياكل اللي هي شو حكينا، هل معناها الهيكل العظمي العظام؟ بالطبع لا، بل هي الهياكل يعني الأبنية العالية أو الشامخة، والأضرحة. بكفي حنكتب ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة.